الملكة ميركل ما سمعتوش الكلمة اللي قالت ميركل نتاع ألمانيا؟ هل تسمع تسمعهم؟ نعم للأطوان اللي الأطوان اللي راحوا لألمانيا زين لألمانيا لسوريا قلت لهم ميركل مرحبا بكم جيتوا لألمانيا ما رحتوش للسعودية قدام تبكي القلوب على الأمة الإسلامية وشفتوا العرب قلت لهم كم العرب كم العرب ضد الربيع العربي والسوريين ضدهم احنا القمر في الجزائر وقفنا بالشارع هذه على بالكم بها. شكرا لك صالح، اشكرك صالح من الجزائر. فقط ارجو ايضا من جمهوري الكريم ان ينتظر قليلا على الهاتف، انضم الان ضيفنا الاستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكه السوريه لحقوق الانسان من الدوحه. سيد عبد الغني مساء الخير، يعني هل لك ان تعطينا يعني اهم الاماكن اللجوء للسوريين في المنطقه العربيه، طبعا قبل ان نصل الى الى الى, إلى اوروبا وغيرها، ولكن في المنطقه العربيه اين يتموقع الأعداد الكبيرة للسوريين من اللاجئين؟ سيد عبد الغني؟ أيوه، ألو أنا أسمع. نعم تفضل. لا أدري إذا كنت استمعت السؤال. سمعته. أنا قلت الدول الطوق هي اللي تحملت الجزء الأعظم من مسؤولية اللاجئين بحكم التداخل والتشعب، لأنه سايس فيكو هو قطع الحدود، يعني بس قطعها كيف يعني؟ بطريقه مثل ما بنعرف هي بتصير النزاعات، يعني مثلا سهل حوران هو ممتد ومتداخل بالاردن، ايضا طرابلس اللبنانيه في جزء منها من سوريا وفي تداخل. انا اتحدث عن اللاجئين السوريين عزيزي، يعني اين يوجد اللاجئون السوريون في المنطقه العربيه بالضبط؟ هو انا هذا عم جاوبك انه ليش نزحوا على دول اللجوء، لانه في هذا التداخل فاتجهوا الى الاردن لانه هي من دول الجوار، واتجهوا الى لبنان. لبنان فيها 1.7 مليون والاردن فيها تقريبا 1.5 مليون، هذول تحملوا الجزء الاكبر. ايضا كان في لجوء للعراق. العراق الوضع فيه مختلف تماما، ما تحمل لانه هو بالاصل هو دوله مفككه ومؤزمه، كمان حصل لجوء عكسي من العراق للموصل، في صار نزوح عكسي باتجاه سوريا بعد احداث الموصل الاخيره، لكن بشكل اساسي هو لبنان والاردن. هلا بيجي بعدهم، كان قبل الانقلاب بمصر كان الرئيس مرسي سامح للسوريين يدخلوا بدون فيز، فاتجهوا السوريين بشكل كبير كثير وسافروا بالطيارات على مصر. ومصر هي بامكانها الاستيعاب لانه دوله كبيره وعدد السكان كبير، مو مثل الاردن ولا مثل لبنان. بعد الانقلاب صار في مطارده وملاحقه للاجئين. هلا من أسوأ الدول في استقبال اللاجئين العربيه، هدول اكثر دول اللي استقبلت لاجئين، وايضا يعني حتى ضمن مقدراتها، يعني هلا كل 4 لبنانيين في 1 سوري، او كل 3 في 1 سوري، لهذا الحد نحن وصلنا، والدوله ربما البنيه التحتيه ما بتتحمل وما الى ذلك. طيب ماذا بخصوص السودان وباقي الدول العربيه؟ يعني الاعداد بسيطه من اللاجئين؟ هلا السودان يعني السوريين بيشعروا تجاهها بالحقيقه وبيرفعوا لها القبعه بكل امانه وصدق، لانه السودان هي من الدول العربيه اللي ما زالت حتى الان بتدخل اللاجئين بدون فيز، وهذا امر كثير مهم وحيوي للسوريين، يعني خاصه اذا سوري كان عم يشتغل باي بلد ببلدان من الخليج او باوروبا، او يعني وصار انه معه مشكله وانطرد من عمله، فين بده يروح؟ كان اول يرجع على بلده. هلا البلدان اللي بتستقبله هي محدوده، يمكن ما في غير السودان هو الوحيد اللي بيستقبل بدون فيزا. هلا اذا نحكي نحن بنرجع بقى مثل ما حكينا على الأسوأ، أسوأ الدول العربيه باستقبال اللاجئين هي المغرب، دوله المغرب. المغرب سيئه لغايه في استقبال السوريين؟ هي أسوأ دولة في يعني هل لكم تجارب، يعني هل لكم حوادث تؤكد هذا الكلام؟ نعم، هي أسوأ دولة ليس في الوطن العربي، ربما في العالم. المغرب ما بيعطي فيز للسوريين على الإطلاق، يعني حتى أنت ممكن كسوري تاخذ فيزا من أي دولة في العالم، تاخذ فيزا شنغن بتزور كل أوروبا، تاخذ فيزا حتى لأمريكا، ممكن هلا بعد ترامب صار الوضع أصعب، بس كمان في احتمالية، وهلا كمان صار فيز تاخذ، بريطانيا في صعوبة كبيرة بس تاخذ فيزا، المغرب العربي ما بيعطي فيزا ابدا. طيب هل لديكم يعني هل وصلتكم بعض يعني التحليلات او الاخبار عن هذه الاسباب في التشدد، يعني لماذا المغرب متشدد لهذا الحد؟ هلا
هلا انا نفسي جتني دعوتين على المغرب، وكان مفروض انه عم بحكي عن تجربه شخصيه يعني. وهذا امر معروف، انت اذا بتروح على السفاره بالمغرب بيقول لك نحن سوريا ما لها خانه عندنا مسكره، يعني ما فينا نحط ونقدم ويجي الرفض، ما في تقديم اصلا. يعني هذا الامر مو موجود باي دوله بالعالم، انه اي دوله بالعالم بتقدم ممكن يتوافق وممكن لا. طيب ماذا بخصوص الجزائر؟ يعني اذا كان لديك علم، هل هي اقل حده، اقل تشدد؟ لا، الجزائر هي اقل حده بكثير. والجزائر ايضا من خلال تواصلنا وعلاقتنا، الجزائر التعامل مع السوريين من قبل الشعب الجزائري هو يعني غايه في الاحترام وغايه في النبل والاخلاقيه. ممكن النظام مختلف، ايضا في تشدد من ناحيه دخول السوريين، بس السوريين اللي اجوا قبل يعني وقاعدين اعطوهم معهم اقامات واعطوهم اقامه بحيث انه هو بحسن يسافر وبحسن يرجع. والتعامل هو في احترام، ربما في بعض الصعوبات من ناحيه العمل، من ناحيه هاي الامور. طيب ما يعني بقيت دول الخليج سيد عبد الغني، هل لك ان تفصل لي من هي الدول الاقل تضييق من الاخرى فيما يتعلق بدول الخليج، اكان في الدخول او في العمل ايضا؟ بالنسبه لدول الخليج الامر يعني بيتفاوت بين دوله ودوله مثل ما اشرت حضرتك، لكن بشكل عام يعني تعتبر السعوديه من الدول اللي هي احتضنت عدد كبير من السوريين، ربما يصل العدد الى نصف مليون، طبعا بسبب المساحه وبسبب انه كان في سوريين قبل وما زالت حتى الان السعوديه. يعني هناك ما يقارب نصف مليون سوري في السعوديه؟ نعم. هذا رقم يعد يعني كبير، يعني لأن الحقيقة عادة تلام السعودية من قبل البعض بأنها لم تقدم الكثير للسوريين، ولكن هذا رقم معقول. أنا أتكلم نصف مليون قبل وبعد. قبل الثورة وبعدها؟ قبل الثورة وبعد الثورة، لكن بعد الثورة هو ما لا يقل عن يعني تقريبا 100 إلى 150 ألف إجوا على السعودية، وهو رقم أيضا مرتفع يعني يعتبر. ولكن السعودية تفرض تأشيرة الدخول على السوريين الآن. نعم، هي تفرض تأشيرة ودول الخليج كلها تأشيرة، لكن السعودية هي متساهلة، وأيضا يعني هناك تساهل من قبل الإمارات أيضا. هدول الدولتين حتى الآن لسات هنا بيعطوا للقرابة الدرجة الأولى للأم والأب. بعض دول الخليج أخرى ما بتعطي، أو دول الخليج الباقية ما بتعطي يعني شو الاعتبارات، شو الموازين، في عده اعتبارات هون بتدخل. مثلا في دول صغيره مثل قطر، مثل الكويت، مثل البحرين، هاي بقى هون بصير في توازن بين نسبه وتناسب بين الجاليه السوريه وبين بقيه الجاليات. بيكون في بعض الاستثناءات، بس نحن عم نحكي انه الحاله العامه مو موجود هذا الشيء حتى للقرابه من الدرجه الاولى. يعني 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 خلاصه القول سيد عبد الغني، يمكن القول أنه نحتاج جميعا وتحتاجون بشكل خاص رفع القبعة للسودان، الدولة العربية الوحيدة تقريبا التي لا تفرض إلى حد الساعة تأشيرة الدخول على السوريين. نعم، السودان في الحقيقة يعني السوريين، وأيضا هي في احتمال كبير أنه هي تعطي جنسيات أيضا إلى السوريين إذا أقاموا وحققوا بعض الشروط، أنه هي عم تعطيهم جنسية. وهذا أمر يعني كثير من خلال نحن متابعتنا وقراءاتنا وحتى احتكاكنا مع الناس يعني مقدر بشكل عالي جدا جدا من قبل المجتمع السوري، انه السودان بحسن اي واحد سوري الان بيدخل عليها، وحتى فينه يقدم على الجامعات وفينه يدرس وفينه كل الامور. ما للاسف يعني بقيه الدول العربيه هي يعني اوصدت الابواب بشكل كبير جدا. هلا نحن ممكن ما كثير نلوم دول الطوق لانه هي صار عندها فائض كبير، وايضا المعونات اللي هي عم تندفع لها الامم المتحده بتاثر فيها وكذا، لكن لازم هذا الحمل السوري هو يتوزع على الدول العربيه. هو ما أنه متوزع بشكل يعني متساوي، بشكل متكافئ، بحيث انه في دول اغنى، في دول بنيه تحتيه تتحمل، المفروض انه هي يعني تقوم بعمليه تسهيل بشكل اكبر. والسوريين يعني هم كله بده يرجع على بلاده، يعني ما هو بده يقعد. يعني في بعضهم بيقول لك انا اول ما توقف انا ببني خيمه وبرجع على بيتي وبعمره، وهم معتزين بهذا الامر. وبالرغم يعني شوف السوريين حتى قبل الثوره، بالرغم من النظام الستاليني الوحشي اللي كان هو مكمن الافواه بشكل لا يمكن تخيله، كانوا بصعوبه يتركوا بلدهم ويروحوا يشتغلوا
ببلاد اخرى باوروبا او ببلدان الخليج، كان هذا يعني امر ما نو كثير يعني شائع لدى السوريين. ربما في السنوات الاخيره بعد ما صار في يعني نسبه بطاله وهيك، لا كانوا هم بيتحملوا في سبيل انه هم يبقوا ضمن الاسره وضمن المجتمع. لا السيد فضل عبد الغني مدير الشبكه السوريه لحقوق الانسان كنت معنا من الدوحه، نشكرك جزيل الشكر على هذه المساهمه والاضافه. شكرا لك. اذكر مره اخرى ايضا بعنوان هذه الساعه، الجزائر والمغرب ازمه بسبب 54 لاجئ سوري. الجزائر يقال بانها تستضيف عشرات الالاف من اللاجئين السوريين، والمغرب ايضا يقول بانه يستضيف ايضا، لكن ضيفنا وهو كما تبعتم مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان يقول، وهذه شهادته، يقول بأن المغرب من أشد الدول ليس فقط العربية بل في العالم في منح تأشيرة الدخول على السوريين، بل قال عندما تتوجه إلى السفارة لا تجد خانة خاصة بالسوريين، وكأن الشعب السوري انتهى، لا يوجد شيء اسمه شعب سوري على الخارطة. ليه؟ الضائقة الاقتصادية هي السبب؟ ضاقت المغرب بشوية لاجئين سوريين يعني لو دخلوا المغرب، أم هو موقف سياسي ربما لديه بعض الأبعاد هنا وهناك؟ على كل حال معنا كمال من الجزائر. تفضل يا كمال. مساء الخير يا كمال.